Okay. Consider the function f of x of the polynomial is a good one. Polynomial f of x equal m x squared minus 2m minus 1x plus m minus 2. هيدا صراحة أخذته نفس اللي عملناه بالإكزامبل آخر مرة كرمال وفر على طباعة شوية بالأشياء بس مو أسئلة تانية أكيد. طيب هذا البولينوميال هو الفكرة إنه بارامتريك where m is a real parameter والمفترض الـ m هون تكون different from 0. ليش؟ هلا هو يمكن ما يقول لك إياها بس أنت لازم تشتغل دائما بكل السؤال ممنوع ولا مرة تكون الـ m equal to 0 لأنه الـ m هي الـ coefficient الـ x square. نحن متفقين انه الايكويشن لتضلها ايكويشن اوف سكند ديجري لازم يكون الـ A different from 0 دائما. وهون الـ A هي M. اوكي؟ فالـ M ممنوع تكون 0 والا ببطل ايكويشن اوف سكند ديجري، يعني ببطل في دلتا، ببطل في بي، ببطل في اس، بصير ما له معنى السؤال. فهمتوا كيف؟ فدائما بس يكون في كوفيشن للـ X square فيها M لازم يكون في كونديشن. هلا يمكن شي مره ما تكون M، يمكن شي مره تكون هيدي M minus 1. ساعتها شو بتكون الكونديشن على M؟ M بتبطل different from 0 بتصير M minus 1 different from 0 يعني بتصير ال M different from 1. فهمت كيف؟ يعني حسب ال A اللي عندكم اياها بتعملوا لها solve different from 0 بتطلع معكم M. ماشي حسب كل سؤال. هلا اذا ال A ما فيها M ما بيكون في عندي كونديشن على اوكي؟ طيب المهم ال M هون هي real parameter وال X1 وال X2 مثل العادي ان الروتس لهذا البولينوميال وين دي اكزيست. هلا حنشوف باول بارت نحن وين دي اكزيست لانه مش دائما اكزيست الروتس. الروتس اكزيست بس في شكل واحد لما تكون الدلتا شو بوزيتيف. اوكي اول بارت نحن شايفين منه هيدا الدرس بس نحن لازم نحل هالبارت لنقدر نحل البارت اوكي وبنفس الوقت نذكر فيها مش مشكله. كالكوليت ام او ديتيرمن ام سو ذات اكس 1 اند اكس 2 اكزيست. يعني بدنا ننهي هذا البارت ب m equal او m belongs to the certain interval. شو هي الحجه اللي عندي؟ شو هي الكونديشن؟ انه x1 and x2 exist اللي هن الروتس. بنبلش نحلل ايمتى بالنسبه لنا نحن ذا روتس exist؟ اف دلتا شو؟ بوزيتيف. هذه هي الكونديشن. هون ما قال لي distinct. انتبهوا لو قال لكم exist and distinct كنا حطينا هون strictly. بس مع انه بس قال لي اكزيست يعني فيهم يكونوا ايكوال وبالتالي فيها تكون الدلتا ايكوال زي. واضح؟ هي اللي لها علاقه هلا بكلوز ديتيل رح نحكي عنها. فهون الكونديشن دلتا مش ستريكت بوزيتيف، دلتا بتكون جريتر ذان اور ايكوال تو زي. واضحه هي ولا لا؟ مجرد ما عم بيقول لي الروتس بدهم يكونوا اكزيست للبولينوميال معناتها الدلتا تبع هذا البولينوميال لازم يكون جريتر ذان اور ايكوال تو زي. First we have to find delta. بعدين بنعمل لها سولف جريتر ذان او ايكوال تو. طيب الدلتا هون هي بي سكوير ماينس 4AC البي هياتها صرنا متفقين انه البي بس تكون نيجاتيف سكوير وتروح على ماينس فمش داعي نحطها فهي 2m ماينس 1 كلها سكوير ماينس 4 انتو a ايكوال تو. الدلتا كثير مهمه بهذا النوع من الاسئله اذا بدكم تستخفوا فيها وما يطلع جواب صح ممكن كثير يصير في عندكم اخطاء بالسؤال. اوكي فانتبهوا منيح تعملوا كالكوليشن وتعملوا اكسباند راح تطلع اخر شيء 4m بلس 1. طلعت لحسن حظكم ديجري 1 ما طلعت ديجري 2. لو كانت ديجري 2 برجع بذكركم مثل امبارح قلنا نضطر نعمل لها تيبل اوف ساين للدلتا. هيدي ما في داعي اعمل لها تيبل اوف ساين مع انه فينا نعملها برجيكم كيف. في تلاميذ بيحبوا دائما يشتغلوا على نمط واحد كمان هيك. انه بقول لك خلص خلينا نشتغل دائما تيبل. هون الدلتا اللي هي 4m بلس 1 بتحط الروت تبعها هيدي راح تصفر معكم على ماينس 1 اوفر 4. بحط هون 0 بطلع بالA الA هون بوزيتيف يعني after plus وبيفور minus خلصت ساعتها بيطلع عنده الدلتا بوزيتيف هون يعني من الماينس 1 اوفر 4 لوين؟ لبلس 1 فيكم تعملوا. هلا هون فيني كنت ما اعمل هيك لانها ديجري 1 حتشوفوا شو صار بس لو كانت ديجري 2 هيدي مثل امبارح مجبرين تعملوا تيبل اوف ساين لانه ما بتنحل على الانيكواليتي. اوكي هلا حنعمل سولف نحن شو بيهمنا الدلتا تكون؟ هذا اللي بيهمنا الكونديشن دلتا شود بي بوزيتيف. دلتا بوزيتيف يعني 4m بلس 1 بوزيتيف. هيدي فيني حلها على طريقه جريد 8 لانها يعني ديجري 1 ما انا ديجري 2 بس الفرق محل الاكس عندي m. فبتصير 4m جريتر ذان ماينس 1 يعني فاينلي بتصير الام b
greater than or equal minus 1 over 4. هذا هو الكونديشن. هذا الكونديشن بنحطه بشكل انترفال. شو يعني اكبر من minus 1 over 4 or equal؟ يعني n belongs to the interval closed minus 1 over 4 plus infinity طبعا open لانه هذا من هون. يعني حيلا value لل m موجوده هون بهذا الانترفال اكبر من minus 1 over 4 بتخلي انه هذا البولينوميال يكون عنده 2 روتس. اوكي؟ و for m equal minus 1 over 4 هيدي الروت بكونوا دبل يعني بكونوا ايكوال بعض. ماشي؟ عشان هيك حطيناها closed. بينما لو كانت distinct يعني لو زاد لكم هون بالكونديشن so that x1 and x2 exist and distinct كنا حطينا delta strictly positive وبالتالي كانت طلعت هون open على 1 minus 1. هلا بهمنا نحن عرفنا اذا سالني حيلا سؤال تحت calculate m يعني جبتوا value معين للام ليكون accepted لازم يكون اكبر من مين؟ من minus 1 over 4 مثل ما كنا نشتغل بعمليه الاكس لانه هولي واردين هلا بالبروبلمز اللي عم تجيني. انا انتبهوا انا ما حطيت كل شيء رح تحلوه بالهوم في بارتس بالهوم رح تحلوه لهم علاقه بهذيك الدرس. فيكم ترجعوا لاخر شيء اشتغلناه بهذيك الدرس عن بارامتريك تتذكروا. اوكي؟ نمبر 16 يمكن او شيء او 18 ناس. انا بقول لك كالكوليت ام سو ذات كذا بتدخل الاس والبي خلص بس. طيب هون الام اللي بدها تكون اكسبتد يعني انتم هلا شغلكم بس بالاندير رنين minus 1 over 4 plus infinity. إذا أنا عم بحكي عن two roots طبعا. أوكي؟ يعني إذا عم بحكي عن S وعن P لازم تكون الـ M أكبر أو بيساوي منين؟ من minus 1 over 4. يعني افترضوا كنتوا عم بتحلوا شيء بار، طلعت معكم مثلا M equal minus 2، هون minus 2 هي رجعت. فهمتوا كيف؟ ليه؟ لأنه هي أصغر من minus 1 over 4. ماشي؟ هيدي أهمية. طيب. لهون كل شيء واضح؟ فينا نروح على البارت 2 اللي هي جديده عليكم هلا. هلا هيدي لها علاقه بالساين اوف ذا روتس اللي بدي اشرحها. طبعا انا حطيت وحده من الحالات في يسال كثير اشياء هلا حقول لكم شو ممكن يسال. انا ما فيني احلهم كلهم يعني اكيد. السؤال هو كالكوليت ام سو ذات ذا روتس اللي هن اكس 1 اند اكس 2 هاف ديفرنت ساين. هون ما نرجع للشرح اللي شرحناه بأول هذا الأسبوع بس بلش. طيب أول شيء بدنا نجيب الأم بحجة إنه تو روتس اللي عندنا إياهم للبولينوميال يكون عنده ديفرنت ساين. طيب بالنسبة لنا إذا بترجعوا للشرح وقت كتبناهم هول بالكونكلوجن إذا بترجعوا للبارت تبع الكونكلوجن بالشرح ذا روتس إمتى بيكون عندهم ديفرنت ساين؟ إف دلتا ستريكتلي بوزيتيف أند بي ستريكتلي نيجاتيف. هأشرح كل وحدة لحالها ليش. الدلتا اول شيء بدها تكون بوزيتيف ضروري لانه الروتس اكزيست لانه هو يعتبر تحصيل حاصل هون انه عم يحكي عن روتس عن اكس 1 واكس 2 هؤلاء ليكونوا اكزيست بدها تكون الدلتا بوزيتيف. بيجي حدا بيسالني طب يا استاذ ليه ما حطيت هون اور ايكوال؟ لانه هو بده اياهم ديفرنت ساين. طيب اذا التو روتس بدهم يكونوا ديفرنت ساين شو يعني؟ يعني واحد منهم بوزيتيف والثاني شو؟ نيجاتيف. هل ممكن يكون البوزيتيف بيساوي نيجاتيف؟ اكيد لا. وبالتالي بتكون الدلتا طبيعي تكون ستريكت بوزيتيف لانه احنا بنعرف انه اذا الدلتا ايكوال تو زيرو معناتها عندنا دبل روت معناتها التو روتس بيكونوا ايكوال لبعض فهون مستحيل يكون البوزيتيف بيساوي نيجاتيف كرمال هيك هون الدلتا بتكون لحالها ستريكت بوزيتيف. واضح؟ هيدي نحن حلينا على فكره فوق بس محل الاور ايكوال في ستريكت بس يعني محل كلوز في اوبن فهيدي اوريدي نحن حلينا. ثاني كونديشن ليكون عندهم ديفرنت ساين هون بلش نلعب بالكيو بلس ليكون عندهم ديفرنت ساين يعني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف معناتها ضربهم شو لازم يكون؟ يعني بي از الاس هون ما لها معنى مثل اللي كنا عم نحله بنمبر 7 لما كان يطلع البي نيجاتيف كنا موقف ما بنجيب الاس. اوكي لانه الصم للتو روتس اذا كانوا ديفرنت ساين اذا عم تجمع واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف ممكن يطلع بوزيتيف وممكن يطلع نيجاتيف في الحالتين يعني اذا كان البوزيتيف اكبر من النيجاتيف بيطلع بوزيتيف واذا كان النيجاتيف اكبر من البوزيتيف بيطلع نيجاتيف فعندي احتمالين كرمال هيك هون الاس ما بجيب سيرة. اتفقنا؟ انا قد ما فيني عم بشرح كرمال بديش اياكم تحفظوا بس بالنهايه هول قاعدات موجودين عندكم انه بس تشوفوا بالكتاب عم يحكي عن تو روتس عندهم ديفرنت ساين بدكم تكونوا حافظين هول التو كونديشن دلتا لازم تكون بوزيتيف والبي بدها تكون. طيب شو بدنا نعمل؟ الدلتا
ما انا نعمل صولف لها هي، نجيب الام تبعها، ما انا نعمل صولف لها. الدلتا نحن اوريدي عاملين هي كاتبها دلتا بوزيتيف، هلا فوق حليتها طلعت الام بلونكس تو شو؟ ماينس 1 اوفر 4 بس انفينيتي، بس انه هون بنحطها هي ذاتها مثل اللي فوق، بس كانت فوق اور ايكوال هون صارت ستريت. اتفقنا؟ طب استاذ ليه فوق اور ايكوال هون تحت حطيناها بس؟ فوق ما حل. فوق سؤال غير هون، فوق قال لك كل اللي قال لك اياه بده الاكس 1 والاكس 2 اكزيست. فين يكون ايكوال؟ ما عندي مشكله. انتم اول شيء فهمانين شو يعني هذا؟ امتى الدلتا بتكون ايكوال تو زيرو؟ دلتا بتكون ايكوال تو زيرو لما التو روتس بتكون ايكوال لبعض. فهمتوا كيف؟ هون مستحيل يكونوا ايكوال لبعض، ليه؟ لانه واحد بوزيتيف وواحد شو؟ واحد نيجاتيف. فوق كل اللي قال لكم اياه انه اكزيست، يعني كان ممكن يكونوا ايكوال. فهمتوا؟ لو كان قال لك فوق اكزيست اند ديستنكت كنت ساعتها حطيت اس. حسب السؤال رح تمشي. طيب كل الاحوال دلتا بوزيتيف معناتها هيدي اول كونديشن على الام. هون حنعمل لاين نمبرز، يعني بدنا نعمل انترسكشن لهول الاثنين، يعني عم نجيب الام تاعيت هاي ورح نجيب الام تاعيت هاي هلا ونشوف وين بيجي. بنروح للبي. الدلتا فهمناها؟ الدلتا نحن اوريدي عاملينها، هلا اذا ما كنتوش عاملينها يعني اذا كان هيدا اول سؤال هون، اذا كان هيدا اول بارت بتجيبوا الدلتا مثل ما اشتغلنا فوق وبتعملوا لها سولف عادي، بس نحن لانه عاملينها ما اشتغلنا معها. هيدي اول كونديشن. ثاني كونديشن بدنا نجيب قبل البي. البي هي سي اوفر اي. السي عندكم بالبولينوميال عشان ما ارجع للصفحه اللي قبلها هو ام ماينس 2، والاي هو المضروب بالاكس سكوير اللي هو الام. طيب ركزوا منيح هلا شو بدي اعمل. بدي اعمل انا سولف لهيدا نيجاتيف. البي مش بدها تكون نيجاتيف، هيدي كان لازم اكتبها مش مشكله. البي لا تكون نيجاتيف يعني بدي اعمل سولف لهيدا. هيدا بشو بذكركم؟ هيدا بذكركم بنمبر 5. بنمبر 5 بارت 3 و4 و5 هول اشتغلناهم، او بارت تحديدا 4 و5. بس بدل الام شو كان في عندي هون هيك اكس؟ كنا نعمل له تيبل اوف ساين عادي. عم ننتبه؟ يعني هون انتبهوا، عم ترجعوا للبارت الاولى تبع الساين اوف البولينوميال. ما تضيعوا لي فيه هون. انت عم تعمل سولف للبي ستريكت نيجاتيف، يعني ام ماينس 2 اوفر ام لازم تكون نيجاتيف. فهون شو كنا نعمل وقتها؟ كنا نجيب الروتس للنيوميريتر والروتس للدينوميتر. النيوميريتر هون بيصفر اف ام ايكوال 2. الدينوميتر ما حطيته لانه واضح بيصفر على الزيرو. اوكي شو بنجي بنعمل بالتابل؟ حنذكركم كنا بنحط التو روتس اللي هن 0 و 2. الزيرو هو بيصفر الدينومينيتر وشيدد على البي لانه دينومينيتر، التو بتصفر النيوميريتر وبنلعب على الساين. الاي هون بوزيتيف افتر بلس بيفور ماينس، وهون كمان الاي بوزيتيف افتر بلس بيفور. البي اللي هي الفراكشن ماينس اوفر ماينس بلس ماينس اوفر بلس ماينس بلس اوفر بلس، وهون شيدد. فهمتوا ليه؟ لانه الزيرو هي اللي بتسفر الدنومينيتر الان، ممنوع تكون الان ايكوال. فاينلي انا شو بدي البي تكون؟ نيجاتيف. وين البي طلعت نيجاتيف؟ بين مين ومين؟ زيرو. هيدا الكونديشن. اوكي هلا بدنا نشوف شو هي الهمه المشتركه بين الاولى والثانيه. هذا الشيء بدنا نعمله وين؟ على اللاين اوف نمبرز. بس قبل ما ننزل لللاين فهمنا هون كيف اشتغلنا البي. البي والبي والاس حتى بس تكون نعرفهم هلا بعدين تشتغلوهم على منطق التيبل اوف ساين اللي اشتغلناه بنمبر 5. تعملوا سطر للنيوميريتر وسطر للدينوميتر واخر شيء بيطلع عندكم. هو اصلا دائما راح يطلع يا بلس ماينس بلس يا ماينس بلس. طيب ليكو اذا بدكم انا راح اعلمكم طريقه يمكن التلميذ، في تلاميذ بحبوا يكونوا مستعجلين بيفهموها. في طريقه اسرع اذا حابين اقول لكم عنها، بس هي الطريقه اذا حدا منكم ما فهمها ما يعملها. انتبهوا يعني لانه هي الطريقه واضحه، هيدي واضحه. في طريقة بتقول إنه فيني أروح أوين بالتيبل للبي، يعني اشتغل هيك، هشتغلها هون. لك شو بقى؟ حط هون البي أوين. حط الساين، شوف كيف حنطلعهم، هون زيرو، هون تو. الزيرو شيدد على البي، بنحط أوين شيدد. والتو طبعًا بيصفرها للبي. التو لأنه هو بيصفر بخلي البي إيكوال تو زيرو، أما نسوي إيكوال تو زيرو. كيف بعبي هون بلس ماينس بلس؟ لك شو بيجي بعمل؟ طلعوا منيح هيك. طلعوا بالساين للام فوق بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. ساين للام تحت شو؟ بوزيتيف. بس يكونوا فوق وتحت سيم ساين، انتبهوا، بس تكون عم بحكي انا الكوفيشن للام مش للكونستانت، بس يكون الكوفيشن للام فوق وتحت سيم ساين، يعني اثنيناتهم بلس او اثنيناتهم ماينس،
بيكون هيدا بلس ماينس بلس، يعني على منطق اوريكي اذا بدكم قريب لاوريكي، بس يكونوا ديفرنت ساين، يعني اذا واحد من الام نيجاتيف والثاني بوزيتيف او العكس بيكون ماينس بلس ماينس. فيك دايركت تعمل ساعتها بدون ما تتفصل، اذا فهمتوها فيكم تعملوها. اصلا انا بالزمانات هيك كنت اتعلمها، بس لاحظنا انه في تمييز عم بتضيع، صرنا نعلمهم اياها بهالشكل. فهمتوا كيف؟ يعني هيك بتكون وفرت هول السطرين. فيك اوامر تحط ام والروتس وتحط هون بي بلس ماينس بلس. بس انت عليك تطلع فوق وتحت اذا عندهم سيم ساين او ديفرنت ساين. تخلص الحكايه. اوكي؟ هلا هن صراحة قليل ما يكونوا اثنيناتهم ماينس 1. بس ممكن يكون وحده ماينس وحده بلس. اوكي؟ بس بكل الاحوال انت بالنسبه لك اذا اثنيناتهم سيم بلس ماينس بلس، اذا اثنيناتهم ديفرنت ماينس بلس ماينس. تخلص. نفس الشيء للاس هلا، سيئة بكون الاس ما راح استعملها. بس ممكن تستعملها هلا بقول لك كيف ممكن تستعملها. اذا حدد لك ساين، اذا اجى قال لك مثلا بدي اياهم بوزيتيف او اذا بدي اياهم نيجاتيف. ساعتها صار في كيت كونديشن. اوكي؟ طيب هنروح هلا لللاين اخر شيء السؤال جواب. راح نعمل كبير. وصلنا نحن لكام؟ تقريبا 80% خلصنا من الشغل. وصلنا انه الاولى الكونديشن الاولى اعطتكم ام بيلونجز تو ديستنت بير. والكونديشن الثانيه تبع البي اعطتكم انه ام بيلونجز تو ديستنت بير. بدنا نعمل انترسكشن لنعرف الام موجود باي انتر. منبلش equation 1 اعطتني من الماينس 1 اوفر 4 لبلس انفينيتي. طيب اوكي equation 2 تبع البي نيجاتيف اعطتني الام بتوين مين ومين؟ 0 اند 2. ثائبت هون هي طلعت ضمن هاي، وبالتالي المشترك هو حيضل مطلوب. بس ثائبت مش دائما حيكون هو ذاته. ها ثائبت. فاخر شيء بنجاوب على السؤال. شو كان السؤال؟ find m if the roots have different sign. The roots عندهم different sign if m only between مين ومين؟ 0 and 2. يعني حيلا m بتاخدوها between 0 and 2 اذا بتعوضوها بالايكويشن 4 وبتجيب الروتس على الكالكوليتر رح يعطيكم اكيد الروتس 1 بوزيتيف 1. يعني ما بيطلعوا 2 روتس 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف الا للفالوز تال m اللي هن between مين ومين؟ 0 and 2. مثلا 1 وحده منهم، 0.5 وحده منهم، 1.7 وحده منهم، اتسترا. حيلا ام between these two numbers تعطيكم انه الايكويشن 4 عنده ديفرنس. اوكي؟ فهمتوا كيف اشتغلناهم؟ شو هن الستبس؟ اول شيء بنحط الكونديشن على الدلتا وعلى البي وعلى الاس اذا في مجال. ثاني شيء بنحل كل وحده على التيبل اوف ساين طبعا مثل ما كنا نشتغل قبل. وثالث شيء بتعملوا انترسكشن. وانتبهوا اذا في اس بصيروا ثلاثة ايكويشن. بصير في دلتا وبي واس، يعني بصير بدل تلاقي الخطوط كفرات فرق. هلا نحن خلصنا، بس قبل بدي اشرح فكره بدنا نعطي امثله نحن عندنا شفهيه ونحاول نحل. لو كان السؤال مثلا هلا بالهوم ورك، واحد من الاسئله بالهوم ورك عندكم بالكتاب بيقول لكم بالكتاب هاف سيم ساين، بس عشان تعرف تحلوا بالمعرفه يعني هو مش معطيك ديفرنت ساين، معطيك سيم ساين. بارت 2 يمكن او بارت 3 بالكتاب ما بعرف اي سؤال، بس ما حيكون عندكم اليوم. طيب لو كان السؤال كالكوليت ام so that x1 and x2 عندهم same sign، بس ما حدد الساين، بس قال لكم same sign. same sign يعني بس محل البي نيجاتيف شو بتكون؟ البرودكت شو بيكون في هالحاله؟ اذا عنده نفس الساين التو روتس يعني ضربهم شو بيكون؟ positive. تعملوا نفس الشيء اللي عملتوه هون، بس الفرق بتاخذوا الانترفال تبع البي شو؟ positive. وين طلع البي positive هون؟ minus infinity. minus infinity union شو؟ 2 plus infinity. من هنا بتغير بس. الدلتا حيضلوا بوزيتيف بكل الاحوال، الدلتا ما راح يتغير. الدلتا لايكو الدلتا ما بيكون نيجاتيف الا بالاسئله مثل اللي حليناهم بنمبر 9 و 10. اوكي؟ يعني اذا قال لك جيب لي الام ليكون البولينوميال اولويز بوزيتيف او اولويز نيجاتيف، بس بهالحاله. هذاك موضوع ثاني حلينا وموجودين بالاسئله. بس هذاك حاله خاصه حليناها وبتستمر. اوكي؟ بس مجرد ما يحكي هو عن روتس لازم يكونوا اكزيست، يعني بدها تكون الدلتا شو؟ بوزيتيف. مش الحال؟ هيدا اذا كان سيم ساين، يعني بتحطوا هون بترجعوا ماينس انفينيتي 0 يونيون 2 بلس انفينيتي وبتعملوا له انترسكشن هون تحت بيطلع انترفال ثاني الجواب. اوكي؟ اذا اجى حدد الساين هلا هون في شغل اكثر. ركزوا معي. اذا اجى قال لكم بدي اياهم للتو روتس يكونوا مثلا بوزيتيف. اجى قال لكم اكس 1 اند اكس 2 ار بوزيتيف. وقال لك ديستانك مثلا.
شو يعني r positive؟ هون بتدخل مين كمان هلا زياده s؟ s دلتا بتكون بوزيتيف صح، لانه بده يكون روتس اكزيست. هلا اذا قال لي بوزيتيف بدون ديس تايم بكده اور ايكوال اوكي. طيب البي شو بيكون؟ طب نحط البي اجباري قبل. اذا هن بوزيتيف الاثنينات هون ضربهم شو بيكون؟ تمام بوزيتيف، تمام بوزيتيف، بس هون بدي زيد معهم الاس، الاس كمان بوزيتيف. بس فيني اعرفها يعني اذا الاثنينات بوزيتيف شو بيكونوا بوزيتيف؟ ساعتها شو بتعمل؟ بتعملوا مثل اللي عملناه هون، بس بدكم تزيدوا تجيبوا مين بعد؟ بدكم تجيبوا الاس اللي هي ماينس بي اوفر اي وتحلوها انتيرن صف ام وتعملوا لها تيبل اوف ساين مثل البي. وضحت؟ بصير في عندي كونديشن على الاس، يعني الاس بوزيتيف على بعطيكم كمان انترفال. هيدا الانترفال راح نسميه 3. بصير عندك ايكويشن 1 على الدلتا، ايكويشن 2 على البي، وايكويشن 3 وين؟ على الاس، وبتحطهم على اللاين نمبر وتجيب الانترسكشن. فهمنا؟ يس. هيك بكون. هلا اذا كانوا نيجاتيف بعد في عندي حاله. اذا كانوا نيجاتيف بس الاس بتتغير بتكون نيجاتيف. البي بتضل بوزيتيف لانه ضربنا فيه بوزيتيف. فهمتوا انت بتدخل الاس يعني؟ الاس من الاسئله اذا حدد الساين اكثر. اذا قال بده اياهم يا بوزيتيف يا نيجاتيف. ساعتها البي بتكون بوزيتيف دائما، بس الاس يا بتكون بوزيتيف اذا كانوا بوزيتيف يا بتكون نيجاتيف اذا كانوا نيجاتيف. هيدي هي الدرس. اوكي؟ حدا عنده سؤال لهون؟ لا. لا. هلا بين على الشاشه انتم اسمائكم. لا شو بعد مبين عن هون؟ ماشي حتى رحت الكتاب. اه اوكي مش مشكلة. انا عملت شو اسمه استاذ؟ انا بعد عندي الابلكيشن. اي انا كمان مش مشكلة. لا انا كمان مش مشكلة. طيب رحت شوي. رجعت صح؟ لا بس كنت عم شوف من غيب وهيك. طيب لكن مش الحال فيهم، ترجعوا بتراجعون لهول. هلا بعثتكم اياها برجع. هيدي خلص، هيدي نهايه هلا الشرح تبع هذا الدرس. يعني هوليك بتلغون، هيدي زياده عن هوليك كمان ابلكيشن، وراح تحلوا لهم مثل حاعطيكم. حاعطيكم بس سؤال واحد من الكتاب، في اربع او خمس بارتس هيك على البارامتر ايكويشن. بتراجعوا هول واللي قبلهم عشان يكون عندكم وقت، ما راح كثركم هون. ماشي؟ Yes. لا. حدا عنده سؤال ما سكت؟ نو. ثانك يو. يعطيك العافية استاذ. العافية.